انطلقت قافلة المساعدات الطبية والإغاثية الكويتية اليوم من القاهرة إلى معبر رفح الحدودي تمهيداً لدخول قطاع غزة، وذلك للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. وأوضح رئيس الوفد الكويتي مدير إدارة الكوارث والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الكويتية يوسف المعراج أن الهلال الأحمر الكويتي يعتبر أول فريق تطوعي سيدخل قطاع غزة بعد استجابته بشكل عاجل إلى تقديم الدعم لقطاع غزة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمجاراة الاستهلاك الحاد في هذه المواد نتيجة الوضع هناك، إلى جانب تقديم مواد الوقاية من انتشار وباء كورونا ومواد غذائية.